رعايه. طيب هنا تقبل. النوع الثاني خوفا من ايه؟ ان الفلوس تيجي من مراهنات وتلاعب في النتائج. اذا انت الشفافيه الماليه بتمنع جرائم غسيل اموال والمراهنات وقد تطول المنشطات. ده كلام مهم جدا وكلام خطير على فكره، مسه كمان وزير ماليه الاهلي المهندس خالد مرتجي امين الصندوق. نشوف هل بتبص كامين صندوق على ارقام اللاعبين والصفقات دلوقتي تحس انها كثيره؟ طبعا 100% اكتر من المردود بكتير؟ لا مش اكتر من المردود، بس في يعني انا عايز اتكلم برضو في حته زي دي يا كابتن سيف. النهارده رخص الانديه، النهارده ما انت بتيجي تدي رخص الانديه، ايه من ضمن الشروط بتاعت رخص الانديه؟ ان النادي يبقى بيكسب او على الاقل بيكيت. طب هل فعلا الموضوع ده اتحاد الكوره من ضمن السلبيات؟ بتتكلم في الويت بتاع بره يعني. ابك وفي مصر انت الرخصه الانديه هنا ده انت او انت عملت ميزانيه ليه؟ لا يا كابتن لا، انت عملت ليه ميزانيه النهارده النادي الاهلي ميزانيه الكوره مستقله ليه؟ مش عشان بيطلع عليها وانت بتقدمها وانت بتاخد الترخيص؟ يعني انت النهارده بيبقى نادي محلتوش ما عندوش جماهير وبيدفع مثلا او مرتبات وبتاع اكتر من النادي الاهلي والنادي الزمالك، طب وازاي تديله ترخيص؟ طب ايه يعني يعني بالله عليك الموضوع ده يمشي ازاي؟ فبالتالي النهارده انك انت في بعض حاجات بتخليك غصب عنك انك انت بتغلي في سعر اللعيبه، بتغلي في ارقام، بتغلي بتاع، مع ان الاساس لو رديته لاصحابه او رديته للاصل النهارده الانديه اللي ما بتكسبش او على الاقل بتكيت او ما بتعرفش مصادر دخلها دي بتيجي ازاي، المفروض ما تاخدش تراخيص. يعني هو كلام مهم طبعا بياكد على اللي قلناه. التراخيص التراخيص هتمنع كل الكلام ده لو اتفعلت فيها على اساس معايير الاتحاد الدولي. بالظبط. هتقول لي هتعمل دربكه في بس الكلام ده بنقوله بقالنا 10 12 سنه، وكل سنة نقول طلبنا مهلة استثنائية. بتتراكم المسائل، لو كنا طبقنا من 10 سنين كان زمان الأندية وفقت أوضاعها على هذا النظام، وكان زمانها قدرت تفعل وتنشط وتخلق موارد قائمة إنها بميزانيات مستقلة. يعني معظم الأندية وفي وقت ما كان النادي الأهلي تدارك هذا الأمر لما عمل الاستثمار والتسويق والرعايات والشركات وكده، انه لازم لا ميزانيه الكره تنفصل عشان تبقى على قد دي تصرف. لما يجي واحد يقول لك من اين لك عايز تقول له اهو، واخد بالك؟ وهناك دعوه بقى عشان الناس برضو الايه اللي يحبوا يعني يخلطوا الحق بالباطل. ما هو قال لك احنا التزاماتنا مش عارف 16 واحنا داخلنا 9 مليون دخلك في الكوره كده، بس انت بتجيب من الرعايات وبتجيب من البطولات وبتجيب عندك مصادر اخرى ليها علاقه بالنشاط نفسه. وعلى فكره ده كله مش كوره، يعني دي تلتها هتلاقيها نشاط رياضي.